يتوجه اليوم آباء وأمهات شهداء الطائرة العسكرية من ولاية الطارف نحو البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج إثر مبادرة من طرف والي ولاية الطارف، والتي نشطها مستثمرون رجال أعمال ومنتخبين قاموا بجمع تكاليف الحج ل16 شخصا، فيما قامت وزارة الداخلية بتثمين المبادرة وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة الحج من السلطات السعودية. التغطية لمحمد بن كرموخ. وربي يخلينا وليدتنا المزالو، وربي يحفظ بلادنا، وربي يحفظ أمتنا أجمعين، والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار، وربي يحفظ جيشنا، وربي يحفظ الأمة الإسلامية والأمة الجزائرية يا أجمعين. يا رب يرحم الشهداء كل، وربي يحفظكم كل وسيدي الوالي، ويرحم الشهداء، وإن شاء الله على خير، نروحوا بخير ونجوا بخير، آمين يا رب العالمين، وربي يستركم كل. ما نقدرش نتصور الفرحة، ما نقدرش نقول لك الشعور تاعي وش، وأنا أم النصري عبد الرؤوف. ونطلب لهم إن شاء الله يكونوا في الجنة، إن شاء الله. ونحن زين البيت ربي إن شاء الله، ونكونوا راحوا بخير ونشوف بخير، ونشكر سيد الوالي وسيد السلطات المحلية. 17 حاج برفقة مدير الشؤون الدينية لولاية الطارف، هو المرشد نتاعهم. وإحنا من هذا المقام ومن هذا المنبر اليوم واش نقول؟ نقول بالدرجة الأولى لكل السكان الطارف، بارك الله فيكم على هذا التضامن.